الآن أحد الأطفال زارنا في جناح قناة حلب اليوم وقال أن لديه قصيدة يطلب منا أن نسجلها ويطلب من القناة أن تعرضها له، فسنسمع منه هذه القصيدة. مرحبا يا عمو. أهلين. شو اسمك؟ وائل. وائل بأي صف يا وائل؟ لساتني بالروضة. لساتك بالروضة. قديش عمرك يعني؟ 5.5. يا سلام عليك يا وائل. قالت لي الماما انه انت عندك قصيدة وحابب تسمعنا قصيدة. تفضل يا وائل، شو رح تسمعنا؟ صوت صفير البلبل هيدا قلب السميل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقالي، وانت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيم ملي عزيل عقيق لي قد طفت ومن وجلة من لست ورد الخجل، فقال لا 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 وقت غدا مهر والخوذ مال طربا من فعل هذا الرجل، فالول فولولت وولولت ولي وليا ويل لي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا هض وجب بالنقل، وفي تاتين سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآن في أسكى من القرون فلي، في وسط بستان حلي في الزهر والسرور رولي، والكل كع 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 خلفي ومن حويل لي، لكن مشيت هاربا خشية العقاق لي إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمرني بخلعة حمراء كالدمدم لي، أجر في هماشيا مبغديا للدية، لأن الأدب الألمعي من حي الموصلي، نظمت قطعا يعجز هنا عنها الأدب، ليقول في مطلعها صوت صفير البلبل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك. قل لي شو أكتر شيء عجبك بالمعرض؟ الكتب والألعاب. أخذت لك ماما شي كتب؟ لعبت بالألعاب؟ احكي لنا شوي. ماما لعبت بالألعاب واشتريت لي لعبة أنا ورغو، وداوت التليفون بنعمل هيك مثل اللي كان عندي جوا، بشبهه يلي كان عندي جوا. إن شاء الله بتكبر ومنشوفك كاتب كبير ومنشوف لك كتب في هذا المعرض. ايه ماشي. شكراً.